ديتها لاروشيرش، ديتها لاروشيرش 5 كيلو كملوا الاجراءات. هذه دركا واش راهي تجي؟ تسمى راه كاينه حاجه. استغلالا لمعلومات وارده الى فرقه الاقليميه الدرك الوطني بقصر بلزمه ولايه باتنه، مفادها قيام احد التجار بتخزين مواد الغذائيه في مخزن ببلديه قصر بلزمه لا يتوفر على شروط التخزين. على اثر ذلك تم تحديد مكان المستودع وتحديد هويته والتنسيق مع مفتشي مديريه التجاره فرع دائره مروانه. بعد تم تفتيش المستودع بحضور مالك البضاعه حيث تم معاينه عده مخالفات تتمثل في عدم انعدام سجل تجاري لاستغلال مستودع التخزين، كما تم معاينه ان بعض السلع الغذائيه موجهه للاستهلاك البشري منتهيه الصلاحيه. تم رفع المخالفات التاليه: ممارسات تجاريه تدليسيه يحيز منتوجات بهدف الارتفاع في الاسعار، ممارسه نشاط تجاري قار دون تسجيل في السجل التجاري في المحل من المستودع الاول والمستودع الثاني، عرض للبيع منتوج فاسد، عدم احترام الزاميه امن المنتوج، عدم احترام الزاميه النظافه والنظافه الصحيه، عدم احترام سلسله التبريد.